يعتبر هذا القصر درة فريدة في تاج العمارة، مشرفا على نهر العاصي بقبته السامقة، متربعا في بقعة ذات قيمة تاريخية وأثرية تتميز بتعدد مبانيها التاريخية كقلعة حما والجامع النوري وحمام السلطان وقاعة آل الكيلاني والزاوية الكيلانية، فضلا عن بعض أحياء المدينة وبساتينها وحدائقها العامة. قصر الأعظم توسط حي الطوافرة، حيث يحده من الشرق نهر العاصي ومن الغرب حي الطوافرة، ومن الجهة الشمالية حي بستان السعادة، بالإضافة إلى الجهة الجنوبية حي الطوافرة. هذا القصر يعتبر بناء فريد من نوعه، يقع في المدينة القديمة في حماة. يتألف هذا القصر من أربعة أقسام: قسم الحرملك، وقسم السلملك، والحمامات، والأسطبلات. تم البدء ببناء القصر سنة 1740 على يد أسعد باشا العظم، فأنشأ القاعة الكبرى قاعة الذهب في الطبقة العلوية والإسطبل في الطبقة الأرضية، ومن ثم قام نصوح باشا ببناء القسم الثاني من القصر، وهو مخصص للرجال والضيوف يسمى السلملك، فيما تم تحويل القسم الأول من القصر من مقر لحكم المتسلم إلى مكان خاص بالنساء يدعى الحرملك. قصر العظم هو مثال للبيت العربي الأصيل، بنى أسعد باشا العظم وكان والي حماة، وذلك بعام 1740. أسعد باشا العظم ابتنى قسم من الطبقة الأرضية والطابق قسم من الطابق العلوي، وهي قاعة الذهب اللي كانت هي قاعة الحكم له. استمر أسعد باشا العظم لعام 1780، حيث انتقل إلى دمشق ليكون واليا عليها. استلم مكانه ابن أخيه نصوح باشا العظم. ابن أخيه ابتنى قسم غير هذا القسم، هو القسم الشمالي، جعله للضيفان، وقاعة الحكم انتقلت إلى القسم الشمالي، وهو قسم السلملك. وبقي هذا القسم الذي قام ببنائه أسعد باشا العظم حرملك، قسم خاص بالنساء وسمي الحرملك. بعض الباحثين يعتبروا أن أجمل ما في القصر موقعه، فهو يشرف على نهر العاصي بقبته الشامخة، ويجري النهر تحت أقدامه وكأنه شارع مستقيم تجد عليه نواعير حماة الشهيرة بصوتها العذب ضمن حديقة غناء، وتمتاز بأنواع وأشكال مختلفة من الأشجار والثمار والأزهار، ويرى الناظر من نوافذه ومن سطحه كثيرا من مباني حماة الأثرية.